السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد على قناة موقع عرفني.com. في الفيديو ده هنتكلم ازاي تقدر تغير الايقونة بتاعة القوس الخارجي بتاعك الاكسترنال درايف، سواء فلاشة سواء هارد خارجي، اي حاجة انت عايز تغير الايقونة بتاعتها. لازمة الموضوع ده لو انت عندك كذا حاجة، نقول ان انت عندك كذا فلاشة من نفس النوع مثلا، نفس الشكل، وعايز تميز ما بينهم، بمجرد انك تدخله على الجهاز تبص على الايقون تعرف الايقون دي بتاعت ايه. يعني فلاشة ويندوز يظهر لك علامة ويندوز، فلاشة ملفات يظهر لك علامة ملف، فلاشة مستندات يظهر لك علامة مستند، براحتك بناء على تقسيمتك الشخصية. طيب هنعمل كده ازاي؟ الموضوع بسيط جدا، انا عندي فلاشة موصلها في الجهاز بالشكل ده، عندي فلاشة اهي، انا عاوز اغير الايقونة بتاعتها. اول حاجة انا محتاج ملف ايقونة، فانا اوريدي حملت ملف اهو، ده ملف بصيغة ايكون هنحطه على الفلاش، ونغير اسمه لأي حاجة انا هسميها ايكون. تمام، محتاج هنا بقى ملف انفورميشن او ملف معلومات على الفلاشة، عشان اثبت الايقونة ديت. طبعا الملف ده مش موجود، بس ممكن تعمله بنفسك من خلال النوت باد. فقم ستارت اكتب نوت باد، نوت باد العادية بتاعت ويندوز 10 محدش بيستعملها، تكتب الأمر ده أوتو ران في القوس هذا أيكون يساوي مش سلاش الشرطة اللي عكسها، يعني في سلاش والشرطة اللي عكسها، لا انت عاوز الشرطة اللي عكسها. بعدها تكتب اسم الملف، انا سميته ايكون دوت اي سي او، نختار كنترول و اس نحطها على الفلاشة. احنا نحتاج نسمي الملف ده اوتو ران دوت اي ان اف. تمام كده كل حاجة مظبوطة، نختار سيف. تمام هو كده الملف اتحفظ. طبعا هي لسه شكلها متغيرش، مجرد ما اعمل اعادة تشغيل الجهاز هتلاقي شكل الفلاشة اتغير. وبس كده، دي كانت كل حاجة احنا عاوزين نشرحها في الفيديو ده. احنا شرحنا المقال ده، الموضوع ده في مقال تفصيلي على الموقع بتاعنا، هنسيب لينك الموضوع تحت في الديسكريبشن، ونشوفكم في فيديو تاني قريب ان شاء الله. سلام.